فإني وجدت أجورا كبيرة رتبها الإسلام للمتزوجين، وحدهم المتزوجون هم ينالون هذه الأجور. لو كنت أتقى الأتقياء وأصفى الأصفياء وأنقى الأنقياء وأقرب المقربين لن تنال واحدة من هذه الأجور إن لم تتزوج. هذه الأجور الكبيرة والكثيفة والكثيرة التي سأحدثكم عنها أو عن بعضها فيها دعوة من حضرة الله تعالى ومن جناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكل شاب غير متزوج أن يتزوج، ولكل فتاة ليست متزوجة أن تتزوج. مسكين مسكين مسكين، شاب لا زوجة له. مسكينة مسكينة مسكينة، شابة لا زوج لها. هناك أجر أولا في النفقة على العيال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، عندما تلتقي السيوف، عندما تتطاحن الخيول، عندما يخرج شرر المعركة، وعندما يثور نقعها وغبارها، أنت تنفق في سبيل الله. هناك دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني في عتق رقبة، وعتق الرقبة له منزلة عالية في هذا الدين، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجرا، خمنوا، لعل أحدنا يقول إنه الذي ينفقه المجاهد، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك على عيالك. هذا أجر كبير. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللقمة يرفعها أحدكم إلى فم زوجته له بها صدقة، له بها أجر. تخيل هذه الأجور الكبيرة التي تنالها إذا أنفقت مصروفك الشهري على أهل بيتك، على أولادك، على بيتك، على أسرتك، كل هذه لك بها أجور. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، وأيما مسلم كسى مسلما على عري كساه الله من حلل الجنة. فكم يكسو الزوج زوجته، وكم يكسو الأب أولاده. هذه أجور يا أيها الإخوة لا ينالها إلا المتزوجون. المتزوجون وحدهم ينالون هذا الأجر، أما غير المتزوج فعفوا فقد هذا الأجر وهذه الأجرة. ثم هناك أجور أيضا في الصبر على فقد أحد الأولاد. إذا مات ولد من الأولاد وبقي الوالد أو الوالدان حيان أحدهما أو كلاهما، ينالان أجرا كبيرا بفقدهما واحدا من الأولاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي قبضتم روح ولد عبدي؟ تقول الملائكة: نعم يا رب. يقول الله تعالى: قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون: نعم يا رب. يقول: ماذا قال عبدي؟ يقولون: يا رب حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لن ينال هذا الأجر إلا أب، إلا أم، إلا زوج، إلا زوجة. ثم إن هناك أجرا أيضا رتبه الشارع على معاونة الزوج زوجته على طاعة الله، أو العكس، إذا عاونت الزوجة زوجها على طاعة الله تعالى. يا أيها الشباب، يا أيتها الفتيات، نحن كلنا، كثير منا يذهب إلى رجل صالح يعتقد صلاحه، يقول: لو دعوت الله لي، أرجوك ادعو الله لي أن يرحمني في الدنيا والآخرة. الآن سيدعو لكم رأس الصالحين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أتقى الأتقياء، أصل التقوى على هذه الأرض، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لزوج، لشاب تزوج وفعل شرطا ثانيا، ولفتاة تزوجت وفعلت شرطا ثانيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ زوجه، فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ثم صليا جميعا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، ثم صليا جميعا. لقد دعا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة، رحم الله رجلا رحم الله امرأة. هذا الأجر لن تناله إلا إذا تزوجت وساعدت أهل بيتك على الطاعات. ثم أيها الإخوة أيتها الأخوات، هناك أجور خاصة بالنساء إذا أطاعت أزواجهن. وما عليه أن تطيع المرأة زوجها؟ الحياة كلها يا أيها الإخوة قائمة على رئيس ومرؤوس، على قائد ومقود، على مدير وموظف. يطيع الموظف المدير، وليس في هذا غضاضة وليس في هذا نقص، بل إن سلامة المركب في أن يطيع المرؤوس رئيسه. ثم للمرأة أجور كبيرة إذا هي أطاعت زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. بالله عليكم، ماذا تريد المرأة من هذه الحياة الدنيا والآخرة إذا نبئت أنها ستدخل الجنة؟ إنك ستدخلين الجنة إذا أطعت زوجك مع تقوى الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها أدخل الجنة من أي الأبواب شئت، لقد نالت مرتبة عالية عند الله. هذه الأجور يا أيها الإخوة الكثيرة والعميمة من الإسلام، إنما فيها دعوة مباشرة أو غير مباشرة نحو الزواج، فالإسلام يدعوك للزواج. النقطة الثالثة في دعوة الإسلام إلى الزواج أن الإسلام يسر أمور الزواج ورغب فيه، وطلب من الناس عامة، طلب منا أن نساعد المتزوجين ما استطعنا. والنقطة الرابعة والأخيرة أن الإسلام عاقب الذين اتخذوا وسائل غير مشروعة في تسيير وتنفيق وإذهاب شهواتهم الجنسية. وأنت عندما تعاقب المخطئ فإنما أنت تدعو المحسن إلى زيادة إحسانه، عندما تعاقب الذي يكذب فإنما تشجع الصادقين على الصدق، عندما يعاقب الإسلام الذين ذهبوا نحو الحرام فإنما يدعوهم ويدعو الناس جميعا للذهاب نحو الزواج ونحو الحلال. هذه يا أيها الإخوة نقاط أربعة في دعوة الإسلام إلى الزواج